فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر شيئا من الأحاديث: فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا، وهو المطلوب في هذا الكتاب، أي اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا أتينا عليه في لقائنا السالف. قال: ومثل هذا ما روى سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. رواه أبو داود وغيره وهو الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يواصل الشيخ رحمه الله التحذير من التشبه بأعمال أهل الجاهلية، ومنها الفخر بالأنساب، لأن الله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم إنما هو بالتقوى لا بالنسب. التفاخر بالأنساب هذا من أمور الجاهلية التي نهينا عنها عموما، ولأن هذا يفرق بين المسلمين. إذا كل افتخر بنسبه فرق هذا بين المسلمين، والمسلمون أمة واحدة، وكالجسد الواحد والبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا دون نظر إلى أنسابهم وألوانهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، كلكم لآدم وآدم من تراب. ثم قال: لينتهين أقوام عن افتخارهم بآبائهم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان، وهي الحشرات التي تباشر النجاسة بأنفها، وهذا غاية الهوان. فالذي يفتخر بنسبه على إخوانه المسلمين ويرى له ميزة عليهم، هذا مثل هذه الحشرة المهينة، وهذا من إذهاب أمور الجاهلية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أذهب عنكم حبية الجاهلية وفخرها بالآباء. وقد يفتخر الإنسان بأب أو جد كافر ليس له قيمة عند الله سبحانه وتعالى، إنما هو فحم من فحم جهنم. فلا يفتخر الإنسان بنسبه دون أن يكون له عمل صالح، فالفخر إنما هو بالأعمال الصالحة. ولهذا قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالأنساب إنما هي في الدنيا لأجل التعارف، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لأجل التعارف فقط. وأما التفاخر بها فلا يجوز، لأن المسلمين أمة واحدة وجسد واحد وبنيان واحد، لا فخر لبعضهم على بعض إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى.